الأخت ريا، ثريا تفضلي. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد انا يعني مطلوبة صوم، من استحق الصوم؟ كان وقت جهل يعني صمت مرة مرتين فتأذيت حيل، فأهلي خافوا علي قالوا لي لا صوم، فبقيت ما أصوم لحد 2000، لا صوم ولا أفطر. بعدين عرفت لازم أفطر، قمت أفطر من 2000 لحد 2014، رديت قمت أصوم قدرت يعني، فقدرت أصوم، صمت من 2014 لحد 2017 الحمد لله سيد. بس هسه هالمرة جربت برجل سيد حيلة تأذى يعني، والله شاهد صار عندي صداع قوي ويصير عندي يعني تقيؤ النهار كله رغم ما أنا صايمة، بس شو أسوي؟ وأرد أعرف السنين اللي ما أعطيتهم شنو حكمهم؟ شنو انطيتي؟ ما جاء افهم شنو انطيتي يعني، شنو تطين؟ تقولي انا مطلوبه صام لا اعرف اعرف لا, لا يعني مساله واضحه لا تكرريها. انت تقولي انا انطيت، شنو انطيت يعني؟ شنو يعني من عرفت سنه 2000 انه اذا ما صم انتطحين يعني دي انتطحين؟ يعني اذا اعطيت الطحين يعني خلاص ذمتك انحلت يعني ماكو مشكله بعد الشكل؟ اي يعني انا مو قمت اقدر اصوم بطلت ما اصوم. سؤال بس ابدا السنين اللي ما اعطيت بها وكنت بها سؤال شنو فكرتك؟ سؤالك واضح، سؤالك واضح. انت ايام الصغر اهلك قالوا لك يابا انت تعبين لا تصومين، فانت الحمد لله بعد لا صمتي ولا كذا الى سنه 2000. والان عمرك كم انت الان؟ عمرك كم؟ انا عمري 45. ما شاء الله 45 سنه ما صايمه الا بسنه 2014 بديتي تصومين. هذا حكي يعني هذا حكي هذا خير ان شاء الله، خير خير ان شاء الله. رجعت لي الحاله نفسها سيد، واضح واضح انا حجاوبك ان شاء الله تعالى واضح. اما الاخت ثريا، الاخت ثريا انصافا يعني تتكرر عندي هاي المساله اخواني، وانا اعتذر عندما اتكلم بهذا النحو. شوفوا الاخت الله يحفظها صايمه بزور، وبعدين والله شوية تعبت، أهلها قالوا لا 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 تصومين. زين لا تصومين لين كنت صغيرة ما يخالف، بس تتركين الصوم، تتركين الصوم من صغرك إلى سنة 2014، وأنت الآن عمرك 45 سنة، يعني أنت بديت الصومين عمرك 42 سنة. إي وين كنتي يا أخت ثريا؟ وين كنتي؟ وشلون يعني الصوم هالشكل يمر عليكم هالشكل؟ أنتو ما تخافون يعني؟ ماكو عذاب ماكو حساب؟ شلون يعني؟ والله سيدنا انا راسي يوجعني، الله شاهد من اصوم راسي يوجعني، كلنا رؤوسنا تؤلمنا، انا اليوم بكره غدا اصوم راسي يوجعني، بس لا يعني انه وجع الراس خلص انسان يترك الصوم. هذا استهانه بالدين يا اخت ثريا، اسمحي لي اتكلم بهالطريقه، هذه استهانه. هذا كانما انت المهم عندك ان ترتاحين، المهم عندك انه انت راسك دي يوجعك. بابا اكو طاعه رب العالمين، اتحملي في طاعه الله، تحملوا في طاعه الله، شوي اضغطوا على نفسكم. ما يصير واحد شوي راسه يوجع خلاص جيبوا الاكل وجيبوا الماي. فرجاء يعني الانسان خلي يخاف الله. والله سيدنا انا انطيت، وكل ساعه تقول انا انطيت، شنو شطيتي؟ طحينات انطيتي؟ شنو هذا؟ لا ليس مبررا اصلا، هذا ليس مبررا اصلا. أنت عليك قضاء وكفارة واستغفار، كفارة عن كل يوم إطعام 60 مسكين. نعم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا أنا بالنسبة لي أتعب وأطلع وأمشي. أبو محمد رجاء اسمعني من التليفون، اترك التلفزيون رجاء. من التليفون أسمعك سيدنا. لا لا أطلع من الغرفة رجاء، أطلع من الغرفة تكلم معاي خارج الغرفة رجاء. رجاء. صار وياك سيدنا. تفضل. بالنسبة شنو؟ مولاي أي. انا بالنسبه لي اطلع وامشي بلي. واشتغل على باب الله وتعبان بلي. ويا سيدنا اسمعك حبيبي، اسمعك. فمن اجي للبيت زوجتي ما تمكنني مثلا تعطيني حقي غيرها، وانا اتعب بالنسبه لي وتعبان كلش تعبان، لا تخليني اتزوج واحتاريت. بخدمتكم بخدمتكم اخو محمد، حياكم الله. الاخ ابو محمد الله يحفظه يقول انا بالنسبه لي اطلع من البيت واشتغل واعمل واجد واجتهد واكيد وعلى عيالي واجيب على حال رزق الى البيت، ولكن زوجتي لا تمكنني، ما تعطيه حقه. الزوجه لا تعطي حق الزوج.
إخواني الكرام، أكو شيء بالعائلة بالأسرة شيء اسمه واجبات الزوجة وشيء اسمه واجبات الزوج. الزوج عليه واجبات والزوجة عليها واجبات. الزوج له حقوق والزوجة لها حقوق. واجب الزوج أن ينفق، ينفق يعني يجيب فلوس يصرف على مرته وجهاله، على مرته وأطفاله، واضح؟ الزوج يجب عليه أن ينفق، والزوجة واجبها أن تمكن. تمكن يعني تعطيه مجال على أن ماذا؟ على أن يصل إلى ما يريد من الاستمتاعات. فواجب الزوج أن يأتي بالرزق، واجب المرأة أن تمكنه ما يريد. فإذا المرأة منعت نفسها فيجوز للرجل أن شنو؟ أن يمنعها من النفقة. يقول خلاص أنت ما دام تمنعيني ما لك لا أكل ولا شرب ولا هم يحزنون. ليش؟ لأنه أنا أنطيك في قبالة شيء، مو أنه أنا أجيب أكل وشرب وأكلي وشربي وبعدين ما تتحملين مسؤولية. فالزوج يمكن له أن يمنعها من النفقة، ويعني حسب تعبيرنا هي ناشز، يوم اللي المرأة ما تعطي مجال لزوجها يعني ناشز، والمرأة الناشز القرآن متكلم عنها أنه أول احكي وياها انصحها خافي الله هذا حرام أنت ما تستجيبين هذا واجب عليك، ما يفيدها النصح، ما يفيدها، يحاول يقول لأهلها تعالوا هاي بيتكم هالشكل، ماكو إلها أهل ما حد يجي هنا، شوية يعنفها يعني عندنا بالقرآن فاضربوهن، شوية يعنفها ما فادوا وياها، على أي حال هو يمنعها من ماذا؟ من النفق. الأخ يقول أنه سيدنا لا هي ترحم ولا تخليني أروح أتزوج، ما بخل أروح أتزوج أنا. فأقول للأخ أبو محمد أنا سمعتك إلك، يعني ما أدري الأخت يمكن عندها كلام آخر، فأنا ما أقدر أحكم عليها، أنا لا أستطيع أن أحكم عليها، ولكن أقول للأخ أبو محمد الزوج، الزوج إن وجد زوجته لا تمكنه، لا تمكن نفسها منه ولا تعطيه ما يريد، فيجوز له أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة بحسب ما يريد هو. وهذا في الواقع يقول لها، يقول لها بابا تقول والله سيدة ما تقبل الزوج، ما يحتاج أن تقبل أو ما تقبل، المسألة هي مرتبطة بالرجال. وأنت واقعا إذا تحس أنك محتاج وهذه ما تعطيك مجال فروح الزوج، والزواج بالثانية لا إشكال فيه. إسا قد تزعل الأخت محمد تقول أوه هذا السيد يفسد زوجي ويعلم أشياء مو زينة، لا يا أختي هذه مسائل فقهية، هذه مسائل شرعية، سواء أنت عجبك أو ما عجبك الإنسان لابد أن يؤدي اللي عليه. أنت لما زوجك يطلب منك ما يريد وأنت تمنعيه فاعلمي أنه شنو؟ فاعلمي أنه سيجد ما يريد بزواج آخر أو بزواج مؤقت أو زواج دائم. على أي حال الأمر يرجع إلى تفاهم الطرفين.